ساعد وعلى مستوى المدير الفني لمدة سنتين مع البافانا بافانا، فكل دي خبرات وأكيد النادي الأهلي مقدر هذه الخبرات وكمان الجماهير. خلينا نخش على المحور الثاني والتحدي اللي انت ممكن او اللي انت جاي علشانه، انك بتقول ان انا عايز اكون سبب في حصول ستار زيادة في شعار النادي الاهلي. متابع لعيبة النادي الاهلي بشكل كويس؟ متابع، هل متابع الدوري المصري بشكل كويس؟ I know about the Egyptian league. عارف الدوري المصري؟ But not too much. لكن مش عارف كتير بصراحة. I know more. عارف أكتر. الزمالك الأهلي. الزمالك والأهلي طبعا. I know because we always play. وأعرفهم لأن دايما بلعب بطولة أفريقيا، بنلعب قدامهم. Unfortunately in my country. للأسف في وطني، في بلدي. With the TV and the decoders. التلفزيون ما عندناش ديكورات وما بنتفرجش على الدوري المصري للأسف، ما بيجيلناش مباريات الدوري المصري. ما اتفرجش على الماتشات بتاعتنا بتاعت الدوري المصري ولما الاهلي بيلعب قدام الزمالك طبعا بتصرف بعرف اجيب الماتش عشان اتفرج عليه. لا انا دي المشكله عشان بطلب من المعد اللي هو محلل المباريات ان هو يجيب لي الماتش. احنا مشتركين في احد الشركات اللي بتعمل لنا بتجيب لنا مباريات، فبنتفرج على ماتشاتهم عشان بنيجي نلاعبهم. فعندي معلومات عن الفرقتين دول ولعبنا قدامهم، لعبنا اربع مرات في اخر سنتين قدام الاهلي والزمالك، ولعبنا قدام الاهلي اربع مرات، لعبنا قدام الزمالك ثمان مرات قبل كده في اخر ثلاث سنين، ولعبت قدام الوداد مع سان داونز ثمان مرات في اخر سنتين فقط. فانا بالنسبه لكل الفرق في المنطقه الافريقيه انا عندي فكره. ده اكيد كمان كان من اسباب اختياره طبعا، ومجلس الاداره عارف خبراته الكبيره على الجانب الافريقي وخاصه في التشامبيونز ليج الافريقي، وبالتالي هو الرجل المناسب في المرحله المناسبه. وخلينا نتكلم بالنسبه للرجل المناسب، انت كمدير فني التعاقد مع النادي الاهلي دايما بيكون في بروجكت، بيكون في مشروع من خلال السي في. انت من المدربين اللي بتبقى لسنوات طويله في الانديه، وبالتالي انت صاحب مشروع. ايه الهدف من وجودك في النادي الاهلي بجانب طبعا البطوله الافريقيه؟ ايه البروجكت وايه المشروع اللي ممكن مستر موسيماني يقدمه للنادي الاهلي خلال السنوات اللي جايه؟ فوتبول works in different ways. For the coach. كرة القدم ليها أسئلة مختلفة بالنسبة للمدربين. اللي بيقعد المدرب يقعد فترة طويلة أو يبقى فترة طويلة مع الفريق. He needs to be given time. بيحتاج ياخد وقت عشان يظهر نتيجته. But in football. لكن في كرة القدم طبعا للأسف ما لازم الإيقاع يبقى أسرع، مش ممكن يبقى وقتك طويل. You can buy the only time you can buy that time. أنت ممكن تشتري الوقت ده. You must win. عشان تشتري الوقت ده بتقعد وقت اطول، لازم تكسب. النتائج هي اللي بتخليك، الفوز هو اللي بيديك وقت تشتري الوقت الطويل مع الفريق بالفوز. ولما تكسب في بعض الانديه، لما تكسب ما بتقعدش مع النادي، بتكملش، بتدور على 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 انديه ثانيه، على مغامره في مكان ثاني. وفعلا المثل الواضح ده، المدرب اللي كان موجود قبل كده روني فايلر كسب الدوري بس ما كملش. كل واحد ليه حياة مختلفة عن الآخر، كل واحد ليه فكر مختلف عن الآخر. من جانب دوت هاخد من كلامه، كرة القدم معروفة مكسب وخسارة والنتائج اللي بتحدد استمرار المدرب، لكن الطموحات كمان من خلال تصريحك، من خلال الميديا، من خلال شعور جماهير النادي الأهلي انك فخور انك تكون موجود في النادي الأهلي، اكيد عندك طموح وعندك بيشن كبير جدا انك تكون اطول ان شاء الله اطول فتره ممكنه موجود في النادي الاهلي. Yes, I have foundation. طبعا انا عندي طبعا طموح. Because لان I have my philosophy. عندي فلسفتي الخاصه بيا. I call it my software. انا عندي زي software. Okay. زي سوفت وير ليا. The way I want football to be played. الطريقه بلعب بيها كره القدم بعتبرها طريقه خاصه بيا. And I think واعتقد Ali has seen that when you الاهلي شاف ده لما لعبنا لما لعبنا ضد الاهلي، شاف طريقه لعبي، ولعبنا قدام الزمالك شافوا طريقه لعبي الخاصه بيا، ولما لعبنا قدام الوداد برضو وقدام الترجي، ولعبنا قدام تي بي مازيمبي سوبر افريقيا، كل الفرق الافريقيه لعبنا قدامها كان واضح الفلسفه بتاعتي
ان بحب الاهلي ليها طريقه لعب خاصه بيا. I know Ali wins many games. انا عارف الاهلي كسب ماتشات كتير في افريقيا، لكن لما اجي ابص للماتشات اللي كسبها الاهلي I would like them to play، شايف ان بفضل هم يلعبوا بطريقه خاصه انا عايز افرضها عليهم، هي الطريقه بتاعتي، هي اسلوبي انا، يلعبوا باسلوبي. I always say انا دايما بقول لفريق جنوب افريقيا لو غيرت الفريق اللي انت لابسها ولبست مثلا فريق سودا مثلا من غير ارقام وغطيت وشك ولعبته، الناس هتقول لا ده فريق سان داونز، ده فرقتنا. يبقى ليك نفس الاهلي برضو يبقى له هويه فنيه الناس تعرفها حتى لو غيروا فنته. انا سعيد ان كتبت فيه اخطاء، بس انا هنا جاي عشان اصلح الاخطاء عشان نكسب القاب كتير. اي حد ممكن يكسب القاب، لكن بتكسب ازاي؟ وكرة القدم لازم ترضي العين في الاول وتقنع المشاهد. لما برشلونه بتلعب بتبقى عارف ان برشلونه هي بتلعب، لما حتى ما شفتش اللعيبه بتعرف اللعيبه دي لعيبه برشلونه. سان داونز اعتقد برضه بيلعبوا بتبقوا عارفين دول لعيبه سان داونز، حتى ومش عارفين ان الفرقه بتاعتهم اليوم هويه فنيه. ده السؤال اللي كنت بساله، الايدنتي لكل فريق والفيلسوفي بتاع كل مدرب بيحتاج وقت علشان الفلسفه اللعيبه تفهمها بشكل كويس وتحس ان في مردود داخل الملعب. هل النادي الاهلي عنده هذا الاوبشن وعنده هذه الرفاهيه من التوقيت للفتره اللي جايه؟ يعني البلان انك تضع الفيلسوف ديت وطريقه اللعب اللي انت عايز يلعب بيها النادي الاهلي، هل عندنا الوقت للكلام دوت دلوقتي؟ كل مشروع ليه خطه قصيره المدى، متوسطه المدى وطويله المدى. نادي مامي سان داونز قعد 8 سنوات، فاعتقد دي كانت خطه طويله المدى، لا حققت على المدى البعيد الفكر. انا عارف ان هنا في الاول مش هيبقى عندي رفاهيه الوقت طويل. انا عقدي معاكم سنتين، هنا عقدي سنتين مع النادي الاهلي، فما هوش وقت طويل زي سان داونز. لكن سنتين ممكن تزعل، سنتين ممكن يبقوا اكتر بشغلي وممكن يبقوا اقل على حسب النتائج. شغلك هو اللي بيحدد مده عقدك، وده بناء على فوزك. لما بتفوز بعدك ممكن يطول. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سنفوز ونقدر هتخليكم تشوفوا اللعيبه بتلعب، وهتبقى عارفين لعيبه الاهلي هتلعب ازاي. انا قلت لهم النهارده في اول تدريب، قلت لهم المفروض يبقى لكم هويه، وانا قلت لهم ازاي طريقه اللعب اللي ممكن تلعبوها تخلقوا صعوبه للفريق المنافس، وقلت له ازاي تعملوها، وممكن الصعوبه دي تعملوها باكتر من طريقه ابتدي احفظهم. فزي ما قلت على المدى القريب او الخطه قصيره المدى ان احنا نفوز، لكن بعد كده طبعا ان احنا انتوا عارفين احنا كسبانين الدوري، بس عايزين نكسب القاب كتير على الخطه المتوسطه المدى. على المدى البعيد انا يبقى ان احنا نتاهل على طول باستمرار لكاس العالم للانديه مع النادي الاهلي. طموحي مع النادي الاهلي ان نوصل لكاس العالم للانديه. الطريقه والطموح ده عجبنا جدا، والطموح دوت واصل لي انا على المستوى الشخصي. انا كنت لعيب كوره وعارف لما يكون المدرب عنده هذا البيشن وعنده هذا الطموح. لكن خلينا نتكلم على طريقه اللعب. هل ممكن علشان تطبق طريقه لعبك وطريقه التفكير في طريقه اللعب هتحتاج بعض اللعيبه، او انت شايف ان لعيبه النادي الاهلي عندها القدره ان تحقيق هذه الطريقه، ولا ممكن في المستقبل يكون في بعض اللاعبين المميزين اللي في بالك انه ممكن يساعدوك في تنفيذ هذه طريقه اللعب داخل فريق النادي الاهلي؟ كل مدرب ليه طريقه بيحب يلعب بيها، لكن اعتقد لما جيت النادي الاهلي وكان اول تمرين ليا النهارده شفت، حسيت انا ممكن اظبط طريقه اللعب، مش محتاج مساعده منك. لكن برضه ممكن اقول ده مش هقدر اقول ده لازم اشوف اول مباراه، يعني التمرين مش كفايه. لو حسيت ان احنا ما عندناش بعض اللعيبه اللي محتاجينهم تطبيق فكري، انا هتكلم مع رئيس النادي في وقتها وهطلب منه لعيبه من بره واقول له لعيب او اثنين محتاجين، واحد او اثنين نقوي بيهم الفريق.
لكن عادة ما بحتاجش لعيبة كتير. عندنا لعيبة موهوبين وعندهم كواليتي فني عالي، امكانيات فنية عالية. يمكن احتاج حد تاني عشان في المركز يبقى عندي اكتر من لعيب في نفس المركز. لعيبة خاصة زي لو شفنا مثلا برشلونة عندهم لعيبة كويسين من اسبانيا، لكن عندهم نيمار وميسي وسواريز من بره اسبانيا، لعيبه خاصه، لعيبه مميزين بيغيروا اداء اللعب، بيغيروا شكل اداء اللعيب، اداء الفريق، بيغيروا اداء الفريق. محتاجين يمكن اثنين او ثلاثه لعيبه مميزين، مش شرط، مش معناه ان اللعيبه عندنا وحشين، عندنا لعيبه كويسين. اللعيبه المميزين دول ممكن يصنعوا الفارق زي ما انت قلت يا استاذ. لعيبه ان شاء الله يعني تعمل الفارق. هنطلع بس عندنا تقرير عن